Ladies and gentlemen, you welcome to A-Star Family. يجعلك نقص بين الرجال ما بيجي منك الا الاذى. انت شو قصتك؟ شبكي عفوره خير شبكي؟ انت بيجي من وراك الخير. انت 30 مليون خبط لزق روحت علي. قومي عفوره قومي غسي وشك. انت شايفه منا؟ لا مو منا، جاني الالهام ونقني على الرقم وسمعتك مثل هلا. مالي سمعانتك بالضبط. رقم ايش؟ رقم النمره الربحاني تبع سحب راس السنه. لك انت عمرك ما سحبتي يا غصيب حتى تربحي؟ ايه انا ما بسحب فعلا الا اذا كان في ضمانات، وهلا كان شوي شوي على شعره. طيب وانا شو اعمل يعني؟ تريديني اقوم انتحر لاني شخرت يعني؟ لا ما بدنا نكون بمصيبه نصير بمصيبتين. هات هات من عندك ورقه وقلم لسجل الرقم احسن ما انسى. بركي لعل وعسى. الزوائد الأنفية تبعها. هلا شو جاب الزوائد الأنفية؟ هاي بالك بعد نص الليل. نور اشكيلك، راح علينا 30 مليون ليرة. 30 مليون ليرة من وين؟ نزل علي الإلها وقال لي على رقم النمرة الربحانة. وإن شاء الله نسيتي للرقم. لك ليش أنا لحقت أسمعه؟ لسه ما حكوا الرقم، كنت حضرتك عم تشقه. يبليني بقتلي، إن شاء الله بيدعسني قطار. لك أنا غبي، مو بس غبي، بدي حرق. حرق بمازو، مو بمازوت، ببنزي. سلامة قلبك عجوي. النمرة كله و30 مليون فدى رجلك. لك شو فدى رجلي؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ قال فدى رجلي. بتعرفي لو ربحنا 30 مليون وين صرنا؟ كنا صرنا فوري. ايش بعرفني بقى عجوي صار اللي صار؟ شو نعمل؟ رجعي نامي، نامي اغفلي. لك ما بحسن، طارت النحوسة عجوي. لك غطي وشوفي البلاء. انت عم قلك ما بحسن، شو على كيفي؟ لك شو على كيفي؟ بالصرب عيب بدك تنامي، نامي وليه؟ ظبطت. عفورة عفورة انا رايح، بدك مني شيء؟ يسار. عجوي عجوي قوم شو جاكي؟ لا خلصنا بقى عجوي، لسه ما نسي. طيب رجعي رجعي نامي، بركي بيجيك الالهام. ما بيجي الالهام بالنهار. لك بيجي شلون ما بيجي؟ لا تقولي ما بيجي الالهام. خلص بقى عجوة حبيبي، ما لنا نصيب. لك لا تقولي ما لنا نصيب، انت جربي بركي اجاكي الالهام. هلا انا بدي ضل نايمه ليل نهار مشان 30 مليون ليرة ما عاد بدي اياها. طبعا طبعا ما بقى يرجع الالهام، لانك بالاساس انت مو سائله عنه بنوب. لا مو سائله عجوة، بس ما عم احسن نام، شو اعمل يعني؟ روحي روحي جيبي لنا رغيفين خبز من عند امك. ما بدي، هلا بتبهدلني على هالصبح. ايه معلشي، امك وبتمون عليكي، لا تحطيها حجة. حبيبي الحكي ما عم يجي علي، انا عم يجي عليك وانا ما بطيق حدا يحكي علي. لك حماتي هي، حماتي ومثل امي، بتمون تقرف رقبتي كمان، لا تعملي لي اياها حجة، حلقي. يا فاجري لما طل لون بلون الفل، صحي يا
حبيبي قبل الكل. مع انه اللي فايت بيسلم بس مو مشكله. صباح الخير. صباح النور. مع اني مالي عاملت لك شيء بس مو مشكله، ممكن افهم ليش عم تتجاهليني؟ ميسون داي اخلاقي، مالي حسناني احكي مع حدا، وروحي واصلي لراس مناخيري، حلي عني ونقطه انتهى. ايه ليش امي؟ خسرانه 30 مليون امبارح. صباح الخير مرت عمي. صباح البطيخ. ايه مع اني ما عاملك شيء مرت عمي بس ممكن افهم ليش؟ اشرحي له. امي خسرانه 30 مليون امبارح. 30 مليون؟ ايه 30 بطيخ، 30 مليون. لا يا مرت عمي لا، هيك بدك تخليني اخذ منك موقف. ها يا عمى موقف؟ وكفو حقه دقه وفور قرقه تقالي. لك انا بعد كل هالتعب يا مرت عمي حتى جنيتي هالفلوس يجوا نصابين يصبون عليكي. لك شو عم تخبص انت؟ انو نصابين هدول؟ شيت الطاولات الخضراء، حوسات الحضارة وتف التقدم. لك شو عم تخبص؟ اني طاولات خضراء هاي؟ لك طاولات القمار، ولك انتو عم تلعبوا على الارض يعني؟ مع انك مهندس وبتفهم بس دريتك تلعب بالاربعه وراسك الخامس. لك انا بفرند ما بغامر حتى غامر بمليون. مليون؟ هلا كانوا 30. معلش امي احكي قدام بلبل، بلبل صهرك ماله غريب. شلون خسرتيهم اذا ما خسرتيهم مثل ما قال لك؟ شلون؟ قولي قولي امي معلش. جاني الالهام اخر الليل ونقلني رقم البطاقه الربحاني، بس الله لا يوفقه ريبال، راح شخر باخر لحظه وروح علي اخر رقمي. لك شو الخزعبلات مرت عمي؟ يعني هلا اذا حلمتي خلص ربحتي؟ مع كل اللي ساحبين بطاقات بيكونوا عم يحلموا اليوم. لك انا مالي ساحبه ولا بحياتي سحبت. انا لو ساحبه كنت قلت لحالي يا بنت انت شايفه منها، بس مالي ساحبه. هذا اللاوعي تبعك عم يحضك يا مرت عمي. نبيل ما بسمح لك تحكي معي هيك بنوب، انا اوعى منك ومن غيرك. انا لو ما كنت واعي كانوا اكلوني من زمان. بلا اللاوعي، خلينا نسميه العقل الباطن. اوكي نبيل، خلينا نشرب فنجان القهوه بعدين بتعطيها لامي محاضراتك. بعمل محاضرات للي خلفوا. رايحه افتح. عم تضحك. صباح الخير امي. ايدك يا بوسه. خدي امشي اياه. شو بدك؟ شو يعني اجا جاي لعندك بكون بدي شيء امي؟ ما بتجيني انت قبل الضو الا ما يكون بعتك للشحاده. شو بده؟ هو بيحسب حسابك بعشر ملايين وانت قاعده بتحكي عن شيء طالع شيء نازل. يا لطيف يا امي يا لطيف، على قد ما بحبك على قد ما بتكرهي. عشر ملايين ايش؟ إجا ربحنا الجائزة الكبرى. إجا؟ شو إجا ما إجا أمي؟ أحلى شعرة كنا ربحناها. أوف شلون بقى؟ إجاني الإلهام وقال لي الأرقام. معناتها انحلت؟ لا ما انحلت ولا شيء أمي، لأنه عجاز شخر وما خلاني اسمع غير آخر رقمين. لك يسلم لي هالإلهام، مو رايدني إخصى، ترك لي رقمين عندك. أنت عند شو عم تحكي أمي؟ ليكي الأربع أرقام الأولانيات أنا سمعتهم، بقي الرقمين شو نايفة؟ شو بيعرفني؟ شو شايفيني متذكري هلا امي؟ يقطع عمرك صحيح، لك الالهام وقت بيجي بينقلك شيء احتفظي فيه بذاكرتك، مو تنسي عبس، مو عبس، لا، مو عبس نقاكي من بين كل العالم الالهام. مو مشكلة امي، عجاج بيكون متذكر، يا انه ذاكرته قوية يا عجاج. روحي لك عن جيبي لي الرقمين من عجاج بسرعة. ايه امي اعطيني من عندك رغيفين خبز. ما راح اعطيكم خبز. تعي انت وعجاج افطروا عندي عازمتكم. عجاج امي؟ ايه ابسط عجاج. نعم ناطرتك. شو رايك؟ قلت لك خزعبلات وحكي فاضي، احلام الثروه دائما تروض عقول المسحوقين. طيب بركي في شيء من الصحه بالموضوع؟ ما سمعت الحيثيات؟ لك بلا حيثيات بلا بطيخ، الموضوع مرفوض تماما، ما له اي اساس علمي. ليش ما له اي اساس علمي؟ هي الحاسه السادسه لهلا ما اكتشفوا لها اي اساس علمي. حكي فاضي، كل خزعبلة من الخزعبلات ببلشوا بيحكوا عنا علميا مشان تنباع كتب البسطة على اساس مشعوذة. يعني مصادفة امي حلمت باول اربع ارقام واختي هيفاء حلمت باخر رقمين؟ لك عجاج وربيع طول عمرهم بيشخروا، واحد بيشخر بالاول والثاني بيشخر بالاخير، يعني ما في اي شيء غير عادي في الموضوع. ما بعرف ليش هالمرة قلبي حاسسني انه القصة مو مجرد حلم. مجرد حلم؟ ما في انسان بيسحب بطاقة يا نصيب لو ما عنده حلم انه يربحها. امي ما بتسحب بحياتها، ما سحبت، لو بتسحب كنت قلت لها، بس ما بتسحب. امك بخيله ما عندها استعداد تضحي ب 300 ليره بالهواء، وبنفس الوقت 30 مليون عامله ضغط على عصبه، من جهه خايفه تشتري وتخسر ومن جهه ثانيه خايفه ما تشتري وتربح، مشان هيك ما عارفين تاخذ القرار اللازم. شو قصدك من هالحكي؟ العقل الباطن عم يوجد له مبرر مشان تدفع 300 ليره من غير ما تنجلد. انت ما بتعرفها لامي، امي ما بتدفع 300 ليره هيك، شو مفكر يعني؟ بكل الاحوال انا ماني مستعد امن بخرافه مجرد انه امك حلمت. ما بعرف شو ما بدك تقول عني، قول بس قلبي حاسسني انه في 30 مليون ليره جايين على الطريق.
وين راحي؟ لك شو هالطماخ تبعي؟ وين حطيت انا؟ تروحي قتل يا عفرة، لك وين حطيتيها؟ بتشوف الحمار عم يدق كمبيوتر قبل ما تشوف الرقمين، شو مجنون انا؟ ليش عجوي؟ ما بدك امي تربح يعني؟ لا تربح حلال عليها، بس بتقرط علينا حصتنا. حصة ايش؟ حصتنا بالجائزة الكبرى، نحن معنا رقمين وهي مع أربع أرقام، يعني نحن إلنا الثلث وهي إلى الثلثين، يعني إلنا نحن 10 ملايين. عجوي بس إجا ما عرفنا الأربع أرقام اللي معها ما بنستفيد شي حبيبي. حبيبتي لا تاكلي يا ام بنوب، انا بكره رح تعبلك كل الارقام اللي بتنتهي ب 29 وراح اشتريها الا ما تربح وحده من بيناتهم الجائزه الكبرى. لك حبيبي في مليون نمره بنتهي ب 29 اجا مو اكثر من هيك، ونحن حق نص بطاقه ما معنا نشتري. بنحط عليها شروط. شروط ايش؟ بنخليها تكتب لنا سند امانه ب 10 ملايين ليره، اذا ربحت الورقه بتعطينا ال 10 ملايين، بنعطيها السند، اذا خسرت الورقه ولا قدر الله يعني بنشقه للسند. ايه قوم حاجة خلاصها، قوم روح قلها. لا لا ما بدي روح، بدي خليها تيجي لهون، بدي زلها، بدي برمطها، بدي نشف لها ريقها، بدي شنطتها، بدي نام. نبي خير مرت عمي، شوفي لك ولا للدين؟ خسرتي مرت عمي. انت ذكي وبتفهم وانسان طيب كتير وريبالي بيحترمك. شكرا مرت عمي. سرق لي الورقة اللي مسجلة عليها الرقم، روح اقنعه يرجع لي اياها. رغم اني ماني مقتنع بكل القصة بس كرمالك رح روح مرت عمي. روح قبل ما يضيعها. لك مرت عمي طالما سرقها معناتها مو مشان يضيعها، مشان يحتفظ فيها. الله لا يوفقك يا ماما. يا ماما ان بعض ظني اثم، بركي مو هو اللي احسن الورقة، بركي انت مضيعتيها. لك وين بدي ضيعها؟ انا وين بدي ضيعها؟ ما بضيعها، حطيتها جنب راسي ناحية الكوميدي هيك لزقتها قدام خلقتي، وبيقولوا لي ليش بتسكري على كل شيء؟ طبعا بدي سكر. لك قصت ورقة عليها رقم، ما سكرت عليها دغري انسرقت. اذا قلنا اشترينا بيت بمشروع دمر قدام ابو حازم، له تراس بشغلة 4 ملايين. شو تراس عجوي؟ تراس يعني بترس لحاله. قولي يلا عجوي كفي. قديش بضل معنا؟ 10 ناقص 1 قديش؟ 9. 9 يعني بزيد معنا 3، 9 ناقص 1. لك حبيبتي هلا رح تحسبيهم 1 1، خلص واضحة. 10 ناقص 4 بضل معنا 6. 6 مليون. 6 مليون. وبنشتري لنا سيارة لانسر بمليونين لونها خمري مثل تبعها. مدير تصوير؟ ايه، وبنركب لها زمور دوتش مثل تبع أبو صبحي. مدير الإنتاج؟ ايه مشان الدوبلي. قديش بضل معنا؟ 6 ناقص 1. لك رجعنا نحسب 1 1، خلص واضحة الشغلة. 6 ناقص 2 زاد معنا 4 ملايين. ايه وأنا عجوي ما بدك تشتري لي سيارة؟ بشتري لك بيك اب من هدول الطالعين القطشيات بشغلة 180,000 ليرة. ليش بيك اب عجوي؟ أنا بدي سيارة مثل العالم. أوهو علينا حبيبتي، كل اللي زاد معنا 4 ملايين ليرة رح تبعزقيهم على الفاضي. وشو بدك تعمل فيهم كلياتهم عجوي كان؟ بدي أعمل فيهم مشروع تجاري. لقي أنا اللي حلمت بالأرقام، يعني أنا اللي لازم أستفيد أكثر شيء. لك يا حبيبتي يا روحي يا مدعبلة أنت، شو أنا وشو أنت؟ أصلاً أنا إذا اشتريت سيارة مين راح ركب قدامي غيرك انت؟ ما دخلني، انا مو مستعده ضل طول النهار بالبيك اب يا بينما ترجع حضرتك من الشغل يا كان. لا ان شاء الله بدك تروح وتجي على كيفك، يعني بدك تفلتي ولا ايه؟ مفكره اذا بصير معنا مصاري بتفلتي؟ يا كان شو بدي ضل بالبيت قاعده طول النهار يا حالي، انا ما بعرف حدا، لازم روح يا هون يا هون يا هون، انا ما بعرف حدا بنشرب دم. خلص اذا زاد معي مصاري بشتري لك، احسبي معي. يلا اذا قلنا بنشتري مشغل خياطه بشغله مليون ونص، قديش بصفي معنا؟ 4 ناقص 1. ايه علينا، رجعت للواحد وللنص 1، شغلة واضحة مثل عين الشمس. 4 ملايين، اشترينا منه مشغل خياطة بمليون ونص، بزيد معنا 2.5 مليون. لك عجوي، امبارح كنت مخك مسطوم بالحساب، شو صار من امبارح لليوم؟ أنا مخي بحياته ما كان مسطوم، بس ماني مستعد شغله مشان 10 ليرات و20 ليرة. أنا مخي بتلاقيه فتح صار بيستوعب كل شيء لما بيسمع بالعشر ملايين، بيفتح فتحته. قولي كمليلي. ماما في عندك رزقة كبيرة بس في بده يسرق وبيطير. مرحبا. السل أهلين بالبول. طمني قمحة ولا شعيرة؟ المطعم مسكر وما فيه حدا وربال مو هنيك. عم بيدور بده يشتري ورقة يا نصيب.
متوقع هالشي من الكل الا منه. ليش يا عادي؟ الثروه والربح السريع بدوروا اكبر راس، مو بس هالصبيان. لك حاسبة شو بده هو بالمصاري؟ ليش لازمينه؟ يوه يا عمي مثل ما بدك بده، شلون شو لازمينه يعني؟ هو ما عنده اولاد، انا عندي 3 حريمات برقبتي يا طعمة. الحريمات اليتامى مرت عمي كل وحدة عندها جوز بطول الحيط، ما تحط لي اياهم حجة. ليش انا اذا جوزته بطل اسال عنهم يعني؟ حملهم ما رح ينزاح عن داري طول ما انا عايشة، هو لا ولد ولا تلت. يعني اذا ما في لا ولد ولا تلت مرت عمي ما بيحق له ينبسط شوي؟ يا نبيل هو شو ناقصه؟ اكل عم ياكل، شرب عم يشرب، نوم عم ينام، وعنده مرة كريمة، شو بده اكثر من هيك بسط؟ مرت عمي بدك مني شيء؟ انا بدي اروح على شغلي. وانا كمان. كنت تتركوني لحالي؟ اني دائما نتركك لحالك، مين رح ياكلك يعني؟ نبي ما بدك تجيب لي الورقه من ريبارو؟ لك يا مرت عمي انا الشغل كله مو قبضانها، بدك يعني اترك شغلي وروح دورك على ريبارو، ايش هو هالشغله هي؟ وانتي ما يسوى انا ماما بدي فوت كمل لبسي وراي المرضى ما بقدر اتركه. لا اتركيهم ارحم لهم. لا امي ما تحكي معي هيك، انا مو مثل ما عرفتيني سابقا، انا تغيرت كثير، تعلمت بالعالم. افرجي تروحي قتل. ماشي ماشي حبيبتي، قديش بصفي معنا؟ ما بعرف عجوي، احسبها انت، انا ما اتطورت مثلها. يا حبيبتي واضحة، مليون راح منهم 175,000، بضل 825,000، ما بيشتروا لك بك شلون ما بيشتروا لي؟ هلا قلت حقه 180,000. لك فهمان عليك يا حبيبتي، بس انا لازم اضل معي سيولة، ما بدي فضي حالي، عندي اجور عمال، عندي رواتب، عندي نفقات انا. نفقات ايش عجوي؟ لك يا حبيبتي يا روحي، افترضي انه رزمني انه وقع رخصة من شي مسؤول. لك ما بدي اعزمه عزيمه، ما بدي اهدي هديه. يعني قديش بدها تكلف العزيمه؟ شقت حالها 5,000 ورقه. لك يا حبيبتي هدول اقل شيء عزايمهم شغلت 100,000 ورقه، بعدين انا بدي اعزمه لحاله. يا كم بدك تعزم معه؟ بدي اعزم معه كل الحاشيه تبعه، اصلا بيسترجي يجي لحاله. ومين مين بده يخاف؟ يا كان اجى هو بده يجي حاله. لك يا حاجه تدعب لي مخك بقى، ما بيصير يجي لحاله، إذا ما جاب الكل معه وورطهم بخاف يسلقوا تقرير يجيبوا أجله، كله مساء الأقسام، والمدراء لازم يجوا. ماشي، خلينا نحسب إنك حطيت على العزيمة 200,000 ورقة، بصير معك بلاوي عجوة. لك ليش مسؤول واحد أنا بدي أعزم؟ كل رخصة بدها عزيمة وبدها برطيط، ومو لواحد لوحده للكل، يعني من الباب للبحر. بدكم عزيمه لحتى تجوا تفطروا عندي انتو؟ لا شكرا مرت عمي، شكرا كثير لك، ريحي لي حالك، مو جاي على بالك. ليش مستحي مني ولاد؟ لا مو مستحي منك، بس ما بدنا من نيه حدا. هلا الفطور صار فيه من نيه؟ خلاص مرت عمي قلنا لك ما بدنا نفطر. اي ماشي مثل ما بدكم تصطفلوا، انتو حرين، شو بدي اغصبكم انا؟ ايه صحيح هيفا، شو صار مشان الرقمين؟ الرقمين قلنا مرت عمي. شو يعني؟ بلا ضمانات ما منبقوا لا رقم. ضمانات ايش؟ حصتنا بالجائزة امي يا كان. انا كنت ناوي اوزع مليون مليون على بناتي وصهورتي بدون ما تحكي. هيفاء غير بناتك التنتين وانا غير صهورتك اتنين. انا ما مميز بيناتكم، الكل اولادي. لا ميزي، نحنا شركة، هدنك ما لهم علاقة بنوب. عال والله هذا اللي كان ناقصنا، بدك تشاركني برزقي؟ رزقك 20 مليون، انا ما بدي منهم شيء، حقي انا بس 10 ملايين. يا كان من وين لوين حقك؟ شلون صاروا حقك؟ امي انا حلمت بتلك الرقم. خلاص انا موافقه، هاتوا بقى الرقمين حبيبي. لا لا ما حذرتي بنوب يا مرت عمي، ما حذرتي بنوب بنوب بنوب، احنا ما بنشتري سمك بالنبو يعني بالبحر. بركي عطيناك الرقمين واكلتي علينا الخمستين يعني ال10 ملايين، بدنا ضمانات. خلاص وعد شرف. وعد شرف؟ الشرف والمصاري ما بيجتمعوا مع بعض مرت عمي، بعدين شو بيضيرك اذا كتبتي على حالك سند امانه ب10 ملايين؟ تعطينا المصاري بتاخذي السنه. بركي خسرت البطاقه. من شقه. انا ما بشتري كمان سمك بالبحر، بركي ما شقيته. مرت عمي وعد شرف. وعد الشرف بيعطوه عالم، في عندهم شرف مو مثل حكايتك. ايه ايه امي، عشوة بوزع شرف على كل البلد. يا يعطيني رقمين خلصيني، لك انا حماته صبري بصبر امه لازم يثق فيني. مرت عمي درملي، احلقي من هون يلا درملي. ادرمل عينك والتور الثاني عليك. لو لا
الاولاني سرقني والثاني تخلى عني والثالث بده ينزل شريك برزقي. الغريب للقريب يا صحيح مثل ما بيقولوا الاقارب عقارب. صباح الخير عفوا. صباح النور ابو غصن، الك ولا للديب؟ عم تسالي هالسؤال؟ انا ما بنسال هيك سؤال، خسد ديب. فوق. روح يا ابو غصن، انا قبل شوي قلت له لنبي الك ولا للديب؟ قال لي خسد ديب، طلع لا خسد ولا بطيخ بسمي. لا يا عفرا لا تحكي معي هيك، حكي بزعل منك. هلا انا ونبيل بتحطينا بفرد مرتبه؟ نبيل ولد. عود عود. ابو غصن. يا عيون ابو غصن ريبال سرقني. هلا بمشي لك بدعوى الطلاق، بعرف محامي ما في دعوى الطلاق استلمها مربح. لك ما بدي طلق، بدي ترجع لي المسروقات. ما بيأسوا الشغلتين على بعض، بنفتح محضر تحقيق وبنمشي بدعوى الطلاق. ما بدي طلق يا اخي، ليش دعوى الطلاق؟ بدك تخليه بعد ما سرقه؟ لك شو بدي اعمل؟ ما بدي ضل عم بدل جواز انا. شو المانع طالما الاستبنة جاهزة؟ شايفة بدل دولاب منفس بدولاب عالجنط. ابو غصن بلا هالشغله. لا يا عفره يعني انا عجان؟ لك مين جاب سيرتك انت؟ خلينا بموضوعنا، بتهمني انا السرقه هلا؟ هاتي ورقه. ليش الورقه؟ بدي ابرق لتوفيق. امسك ابو غصن. هاتي اشوف. لإلقاء القبض على ريبال ويحة وإحضاره إلى مكان الجريمة بيت مطلقته عفراء البرعوط. زوجته بطيخته. المهم لا تزعلي، امسكي لشوف، لفيها بحصة وزتيها على المخفر. ليش ما تزتها أنت؟ من إيدك أحلى يا كحلة. أنا ما بعرف تلفن بالنقيفة عفراء. بعدين سمتي مو مدوزن مثل سمتك، بخاف تطلع النمره غلط وهم تزلط على شي راس واحد اصلع. بيقوم بيخشى من الضحك. قولي لك يا اخي فهمي، انا شو عملت من اول فهمي؟ ما بعرف جريمه ما جريمه هلا بتعرف. قولي حفرت لي بطني، بطني حفرت لي كتفك، نزلني لك يا اخي. قولي اي وسع التحي طيب. برافو عليك توفيق. قولي طيب. قولي تفضل. تفضل سيدي استلم. يسلموا ايديك يا توفيق. سيدي انا ما بقدر افهم شو التهمه تبعي. حقك، انت متهم بسرقه. سرقت ايش؟ صحيح ما قلتي لي عفره شو سرق؟ ورقه مكتوب عليها ارقام، اوعى تقول انك ما سرقت لانه ما حدا غيرك فات على الغرفه. انا بدك مني شيء سيدي؟ لا يعطيك العافيه يا توفيق، مع السلامه. ايه سيد ويحان، احكي لي هلا كيف حدثت السرقه؟ بشبابي ما سرقتش. عمدة. ليش كنت أخذها يا ريبال؟ والله ما بعرف، أرقام ما أرقام. تعي حبيبي، تعي فوتي، يعني مرة مشان إذا قلت لك شغلة تصدقيني، ما قلت لك مشان الجائزة الكبرى؟ أنا خايفة نطلع إيد من ورا وإيد من قدام، كل ما الشغلة عم تكبر عجوي. وأنا نفس الشيء. عجوي شو رأيك نروحي عند أمي نشوف شو القصة ونعطيها الرقمين؟ لا لا لا، طالما الرقمين معنا معناتها معنا ضمانات، راحوا الرقمين طلعنا بزمة. أنا مو حرامي، شو من صحتي اسرق؟ الورقة كانت على الكومودينا جنب راسي، وين بدها تروح يعني؟ ما في غيرك فات على الغرفة. طبعاً سرقة مبينة، وين بدها تروح يعني؟ هلا بس فهموني، أرقام إيش على الورقة؟ لك شو فرقت معك أنت الأرقام؟ خلاص الورقة خليه يرجع لي إياها ونقطة انتهى. فرقت كثير عفورة، إذا رقم حساب بالبنك بقدر أفتح محضر، إذا رقم تليفون ما بقدر. عليها رقم ورقة اليا نصيب يلي بتربح 30 مليون حلمت فيهم انا بالليل. هلا جايبيني لهون مشان هالمسخرة؟ لك ليش مسخرة ابو غصن؟ الورقة انسرقت، حقي طالب فيها ولا لا؟ شو بدي اكتب بالمحضر انا؟ سرق لها ارقام جاءتها بالحلم مشان تصير مسخرة بالسلم؟ شو بيعرفني اسمع على الحكي؟ ابو غصن ما بدها محضر الشغلة، ما بدها محضر، انا طلبتك بصفتك الشخصية غير الرسمية، رجع لي الورقة كثر الله خيرك. إذا هيك اختلف الأمر، بصفتي الشخصية بدعوستك ريبال دعوستك. تعال 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 تعال
شو خفتي عليه؟ ضعشتي ايدي، ضعشتي ايدي، شو تصيري يا؟ وجوزي شلون ما بتخاف عليه؟ عم تقبرني يا يكسر ايدها. شايف لك مالي لزوم انا بقى؟ لا انت ابو غصن الك لزوم، روح احكي لنا مع عجاج. وشو بدي احكي معه؟ الارقام شياتنا ناقصين رقمين هن عند عجاج، اقنع يعطينا اياهم. واذا ما اقتنع رح دقه، لا تقولي لي لا تدقه. ايه عجاج دقه، بس ريباله لا تدقه. عفو، بتحبيني عفو؟ ما بكره. يعني ما بتحبيني؟ ايه علينا ريبال، تعرفني بستحي، لا تحرجني، يعني معناتها بحبك انا. لك انا ليش قلتي انه انا سرقت؟ لانك سرقت. ليش سرقت؟ تناوت نفس، لانه قلت لحالي يعني بكره بس يصير معك 30 مليون ليره بدك تكبي لي مي بارده. ما فكرت اني انا فعلا رح اكب لك مي بارده لانك سرقت؟ لا، وقت بصير انا معي 30 مليون ليره بدي اخبر بعينك كثير. حقي سيدي، حقي، مرتي حلمت بالرقم، ليش تعطيها انت برا؟ ليك عجاج، عندي 10 تعاوي سرقه، مخليك تروح على التعريف 10 مرات. ليش سيدي؟ انت طول عمرك بتقول عن حالك رجل قانون وابن سلك، بس حكيت هلا في ايش ديوازية يعني مو حكي ابن سلك. ايه لانه بين حانا ومانا راح تروح علينا الجائزة الكبرى. ليش انت شو دخلك سيدي؟ يعني قصدي شو دخلك؟ شو ربحان من الموضوع؟ اذا ربحت 30 مليون بيطلع لي 30,000 اجار تعبي، بدي شيل الواحد توتيا وبدي صب المطبخ باطون ولا انا كخ يعني؟ بخيل الشحرير، شو هالحنجرة هي رح تجنني انت؟ بتعرفي عفورة؟ وي انا لقطة. ايه بعرف، مقدرة هالشي انا، ليش مو مقدرته؟ خو تقبرني شراب. شراب يا روحي شراب. شو كم غلوة مغلية هي عفورة؟ لا ريبا، شو هالسؤال ها؟ انت بتعرف انه أول غلوة بتكون إلك على طول. لك ليش هيك سايطة؟ ما بدي يرتفع ضغطك، مو من 25 انت. عفورة؟ نعم روحي. بتصدق إذا قلت لي؟ قول انت، لشوف بقى بصدق ولا ما بصدق، بس انت قول. أنا بعد ما سرقت الورقة عضيت أصابيعي ندامة. ما صار شيء، رجعنا. طبعاً كيف أرجع لك إياها عفورة، بس عم بستنى نديم ليرجع من شغله، لأنه هو ما بيحب حدا يروح لعنده على الشغل. شو خصو نديم؟ حطيتها بظرف وحطيتها أماني عنده. الله لا يوفقك، لك بركي ضيع نديم. عبقل لك حطيتها أماني عنده وقلت له هي نمرت يا نصيب، عطي بالك عليها. قوم تلفله، قل له حماتك عاوزتك ضروري. قوم تلفله. طيب أنا عندي اقتراح، خلينا نحل الأمر ودياً. شلون عمي أبو غصن؟ أنت أعطيها رقمك وهي بتعطيك رقمك. ومين بده يشتري البطاقة؟ أنتوا الاثنين دوروا. وبركة عن مرت عمي لقيت البطاقة وما اعترفت. ما بتقدر، لأنه اللي بده يربح الجائزة راح ينعرف اسمه. وبركة عطت البطاقة لشخص يستلمها وتتسجل باسمه. مستحيل عجوة، أمي لسه ما ربحت وما عم بتأمن تعطي الرقم، شلون بدها تأمن على البطاقة وهي عرفانة إنه ربحانة؟ صحيح شلون؟ الرئيس قلم. شو لقيته؟ لقيته، أنا ماله فاضي. قلت له ضروري ضروري. قلت له ضروري ضروري ضروري، قال لي مالي فاضي حتى بعد الدوام مالي فاضي. العمى بعيونه العمى. آه لقيت لك حل مع عجل. تركني هلا من عجل، عاوزتك بشغله اهم بكتير كتير. الك ولا لدي؟ طبعا الي خسدي. بدي نديم حيا او ميتا. اعطيني ورقه حتى ابرك لتوفيق وروحي انت لعند عجاج. ريبال اعطي ورقه وقلم قوام، انا دقيقتين ما بتاخر. خلص بدي اسقف له البيت، اول مره بشفق على شرطي ما بخاف منه. ريحه امي. ايوه ايوه ايوه. اهلا امي فوتي. يا لا اطال، قال ابو غصن لقالي حل مع عجاج. شو هو يا ترى؟ امي كل واحد بيعطي الرقم يلي معه يا الثاني، منروح كلياتنا مع بعض مندور سوا. مو مشكلة، أنا ما عندي مانع، أنا معي 4 5. قولوا إحنا 5. مستحيل، أمرك سمعت في ورقة آخرة بيربح 5. مثل ما زبطت 4 5، إحنا كمان زبطناها 5. شو بدك تضحكي علينا أنت أمي؟ قولي لك رقم معقول، شو 4 5؟ شو علبة بسكوت هي؟ طيب ماشي، أنا 4 2 5. ونحن 4 5. إيه عجاج شو ما حكيت تحكي مثلي؟ لأنك عم تستحوكي مرت عمي، ما عم تحكي السدق. طيب خلاص رح أقول لك الحقيقة.
من الاول احلي بمعنى صافي امي، عجاج بيحلب معك صافي يا كان. الورقه سرقها ريبال، انا نسياني الرقم نسيته، بس بعد شوي رح يجيني. معناتها بس يجي الرقم نحكي. قولي طب نحن رقمنا معنا. ليش وين الرقم امي حتى يروح ويجي؟ ما دخلك انت. كل صاروا يفهموا بالبزنس على دوري. توفيق خلص نزلني من فوق. توفيق خلعتني رقبتي وكتفي. عشان ما تهرب ما بدي اضطر اوصلك. طيب توفيق ما عرفت لي شو القصه؟ ما بعرف ارقام ما ارقام. اخ عجيب وحيا تعا تفضل فوق. مامت عمي طيب شو المشكلة؟ شو حطني توفيق بنص المكتب من فوق؟ شو كاني كات الكتيل؟ افوز كات الكتيل. ما في غير توفيق شاحن كل دقيقة واحد، أنا جيت من ورا مشان ما حدا يشوفني. جيت من ورا، جيت من قدام، أنا مالي علاقة. يمكن ها سكرت أرقام ما أرقام، هيك شي يعني. أرقام إيش؟ فوتي لجوا، فوتي! شو بعرف منك لا؟ يا ترى أرقام إيش؟ لازم أعرف. يا عمي يا جماعة الورقة بالحفظ والصون مثل ما اعطيتني اياها بالظرف لساتها بالظرف. لك نحنا مقواص ما بدنا اياها بالظرف، نحنا بدنا الرقم مشان ندور على النمرة. ايه انا ونزيها كمان متفقين نروح ندور على النمرة بعد الدوام. لك شو دخلكم انتو النمرة قلنا؟ مرت عمي انت شو بدك بالمصاري؟ بيوتو عندك ثلاث ومصاري عندك حساب طويل عريض بالبنك. انا عندي حساب. من اللي الحساب؟ انا مرت عمي كل الناس بتعرف انه عندك حساب اخضر ببيروت. لك اخي عندي حساب بدك تفتح حساب ثاني، انت شو دخلك؟ الله يزيدها، احنا ما عم نقول شيء، بس نحن كمان بدنا ترك فئة توفيق، خليني احكي، احنا كمان بدنا نعيش حياتنا، ليه بدنا نستنى يعني؟ شبك ابو غصن احكي لك كلمة لسه من راس لراس. شوف يا نديم، انت رئيس قلم وبتفهم، الست عفرة هي اللي حلمت بالرقم، يعني الرقم من حقها، باع على أي أساس انت بتجي على بارد المستريح وبتصطيلة على حلمها؟ بعدين أنا ما عطيته إياها، أنا حطيتها عنده أمانة. إيه بلا أمانة بلا بطيخ. اللي بيحكي بالسرقة ما بيحكي بالأمانة. أيوة يعني بتعترف إنها مسروقة السرقة؟ إيه طبعاً ريبال سرقها سرقة. شاهد لك توفيق؟ شاهد سيدي شاهد. شاهد ريبالة؟ لك عن سيدنا أنا شاهد. هي اثنين شهود هلأ بقدر دخلك على الحبس لحيازة مسروقة. ورقة سيدي نتفت ورقة بتعتبرها مسروقة؟ حتى ولو كانت خيط وبهمه أمره صاحبه تعتبر مسروقة. بقى شو إقلي؟ الورقة مو معي بعدين، الورقة مع مرتي نزيها. أبو غصن خلي توفيق يجيب نزيها. توفيق؟ نعم سيدي. جيب نزيها. حاضر سيدي جيبها. شو قلتي لي صار معك مع عجاج؟ ان شاء الله مشي الحال. ما مشي الحال حنتا. خير توفيق شو في؟ شو بعرفني؟ ظرف ما ظرف. ظرف شو؟ في ورقه مو ورقه. ورقه شو؟ شو بعرفني انا عليها ارقام ما ارقام؟ ارقام شو؟ شو بعرفني؟ يا نصيب ما يا نصيب. يا نصيب شو؟ الحلم اللي متعفره فيهم امبارح بالليل. ايه وسجلتهم على ورقة. ايه وسرقهم ريبال. ايه وحطهم عند نديم. ايه وعطاهم نديم لنزيها. ايه وانا رايح اجيب نزيها من المدرسة. من المدرسة لكام شوي. يسلموا ايديك يسلموا ايديك. نقي لي ابعد طريق عن المدرسة ورايح فيه، من هون اقرب يا فهيد. إذا مو بالمنيح بالأبيح بده يحكي الرقمين وإجره فوق راسه وراح نبيع بين حالة وما نوطير علينا البطاقة. دقي يلا. أهلا يا سالق. أهلا يا جوزي. جوا تفضلوا فوتوا. تفضلي. ولا عجاج أنت بتحكي من لسانك ولا من بلا ما نحكيها؟ صاير كلامك مثل اللي كمان بلا ما نحكيها. لك مو قبل شوي اتفقنا؟ لك ونحن كمان بلا ما نحكيها اتفقنا كل واحد يقول رقمه. ما قلت لك قلتلا. لك ما قلت لي الرقم الصحيح. لك شو بيعرفك انت الصحيح من اللي مو صحيح؟ شفتوا الارقام بنومك شي انت؟ عجاج لا تخلي غضبي يطلع عليك، انت بتعرفني بس اغضب. خلص عمي ابو غصن خلص امي انا رح اقول لك الرقم. لا
فيفا يخرب بيتك شو بتبقى؟ شو رقم الصعيد؟ شوف إذا بتحكي بطلقي. عجوي خليني فهمك خليني. لا تفهميني ولا شيء عم أقول لك بطلقي. لا تردي عليك احكي. ما بقدر أمي عم أقول لك طلقي. جيب لك 10 بداله، نقي اللي بيعجبك أنت. ليه أمي؟ جوزي ما بدله بمية مو بعشرة. بعد ما اربح النمرة بده يبوس صرمايتك لترضي عليه. لا امي انا بدي جوزي يضل مرفوع الراس، ما بدي يبوس صرماية حدا. شوات لك الله بحييكي، الله بحييني لو بطل. شوات مرت عمي. نعم. هيك بطن حمل هيك وحدة بيستاهل الرقم. احفظي الرقم 29. عجبك؟ 29. لك شو اشتغلت بالناس شغل اليوم؟ مرحبا مرحبا. اهلين 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 امه. سلمي على بابا. ايه؟ يلا حبيبتي. على البيت على البيت. طبوش راجع ومقفول. اهلين مرت عمي، اهلين ابو غصن. ان شاء الله ما في شيء؟ لا لا ما في شيء، بس عجاج معصلج على رقمين، بده يشاركني بنمرتي بالزور. حقه امي، مرته اللي حلمت بالرقمين. حاجة بقى لسه بيقولوا لي مرته 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 مو بنتي، دمي بعروقها ماشي، إذا طلقنا ما بتخلى عنا، تعوا روتوا. لك أنا بدي حرق، بدي حرق مو بمازوت، بدي حرق ببنزين أنا، لك لازم يربطوني بكيس خيش ويعلقوني حجر ويزتوني بالمحيط الأطلسي، لك أنا ماني بشري بنوب. حاجة عجوة حبيبي، بهمرك لا تندم على شي عملته. آخ آخ، حاسس بالندم، لك لما كان معنا الرقمين ما كان لازم أتورط أنا، كان قلنا قدر وقيمة، بس لما راحوا الرقمين صرنا ما بنسوى فرن. لا تندم حبيبي. انت على القليله وقفت رجال انت. لك انا مالي رجال بنوب. بعدين حبيبتي لازم تفهم ان ما الواحد بيكون معه ملايين ما لازم يكون رجال بنوب. انا مالي رجال. يا كان شو لازم يكون؟ وحش؟ لا لازم يكون بني ادم. ليش الرجال مو بني ادم عجوي؟ لا حبيبتي، البني ادم الله ميزه بالعقل، الرجال بس يكون رجال ما بيكون في جنس العقل، بيكون يعني بتحسيه راس طرش. انا راس طرش انا. يا عيب الشوم عليك يا نديم، انا توقعت كل الجاهلين يامنوا الا انت المتعلم واللي معتبر لي حالك محسوب على المثقفين. لك انا شو خسران يا عديل؟ اذا ما ربحت بتكون ما ربحت، واذا ربحت ممكن ما طلعنا بسواد الوجه. نفس فكرتي. بعدين في شيء اسمه تخاطر بالعلم، تيلي بيتي، بيجوز تكون ظاهره من هالنوع. التخاطر بين اثنين بزمن واحد بالمضارع، ما بين المستقبل والمضارع. الانسان بتخاطر مع واحد موجود ومع واحد لساته مو موجود. ايه قوم تخاطر على غرفتك رملا، يا شوف بكره وقت تربح على المره تبيع نصيب شيء شو بدك تحكي. يا امي ميسون، امي حيل على غرفتك. قومي افتحي ميسون. ايه وجع. شو عملت امي؟ صار لي زمان ما قلتها. لا خلصني نزلني، ما قالوا لك شو قصتك؟ ليش هيك حاملني؟ شو بعرفني ورقه ما ورقه. ميسون ميسون فوتوا فوتوا نزليني. نزيها كمان انت طلعوكي لفوق. هيك نزلني. نزل خير ان شاء الله. ليش جبتوني شحط من المدرسه لهون؟ نزيها وين الظرف اللي اعطيتك اياه؟ مو انت بعت ابو شهاب ياخده؟ لا ليش حتى ابعث ابو شهاب؟ شو بيعرفني انا؟ اجى لعندي على المدرسه قال لي اعطيني الظرف، قال انت بعته. يا حبيبي هذا اللي كان ناقصنا. ومنين عرف ابو شهاب بالقصه؟ منين دري؟ مثل عادته بيكون تنصت علينا من شيء الصوح. توفيق. نعم سيدي. ابو شهاب. هذا سيدي. بدي استخ جلده. هذا سيدي. جيبوه جيبوه. ماشي حقك الطبيعي ما تقتنع بالشغله، بس ما بصير تاخذ مني موقف. قناعتي هي. انا اخذت لك موقف لانك واحد متعلم. انا بجيب لك 100 حاله من هالنوع مو مكتشفها العلم، بس صايره وهي بسموها ظواهر مدهشه. تطلع بالراديو احيانا. حكي فاضي. كل شغله حتى لو في لها اساس علمي ما بصير صدقها قبل ما نوجدها دليل، قبل ما تصير شغله معروفه. مو بهمي. برافو عليك. وما بصير كمان ننكرها اذا ما كان في دليل للانكار. بس في دليل على انه التكهن بالمستقبل ممكن. انت ما قلت عن نوستردموس متوقع كل شيء بالحرف؟ لا بالحرف ولا شيء، كله رموز. كله رموز، كل واحد يفسرها على كيفه. لا مو على كيفه. لا على كيفه. لا مو على كيفه. على كيفه. لا مو على كيفه. نرجع لكم بعد الفاصل. حسبي حالك عم تغلي مي، احسبي حساب، انا شاي ما عندي. امي عامله حسابي، جايبه معي تلقيمه. امي بدي اقول لك شغله. قولي. قد ايه بدك تعطينا مصاري؟ ما قديش بدي اعطيكم؟ يعني كل واحد مليون مليون، وثلاث ملايين بدي اعطيهم للفقراء والمساكين، وعشرين مليون بدي اتركهم مشان امشي اموري فيه. ايه كثير منيح، نحن فقراء ومساكين، وزعي ثلاث ملايين علينا. بعد ما تاخذوا المليونين بتبطلوا تصيروا فقراء ومساكين. امي الله
يوفقك بحب حيننا ياهن شوي، خلينا نشتري بيت وسيارة. ليش سيارة؟ بدي جاكر المديرة، خليني روح كل يوم على المدرسة بالسيارة. لك تروحي قتل مشان تجاكري المديرة، بدك تحطي كذا 100,000 ليرة، دبي انتي دبي. توفيق لك نزلني ما بنزلك. لا توفيق ما بنزلك غير عند ابو غسل. لك ستري طلع علي يا خي ما بنزلك. في 100 سبب وسبب حتى استغفل دك انا، لا تهجني استخدم ولا واحد منهم. يا عيب الشوم عليك، لك شلون بتقول انه نديم بعتك على المدرسة؟ ما عيب عليك تكذب صرت فوق الستين؟ ها؟ ابو شهاب شو حملوك لفوق وجابوك؟ هلا كل الشغلة مشان هالظرف؟ يعني ما بتعرف شو في بالظرف ما؟ هذا هو الظرف، تفضل. وهي هي الورقة اللي كانت بالظرف. الظاهر رح اسلخ جلدك انا ولأبو عفوا الظاهر وعاني من الظرف بجيبتي. من الظرف بجيبتك ايوه هي هي الورقة. لك شو ايوه ما ايوه نزيها، مو هاي الورقة اللي حطيتها بالظرف. لكن اني ورقة؟ ورقتي مسطرة مو بيضة. ايوه بعت لحمك تذكرت. هي هي ها هي هي الورقه اللي حطيتها بالظرف مسطره. لك شو هي مو هي عم تشتب علينا؟ الورقه اللي انا حطيتها بالظرف كان عليها نقشه. يا والله صحيح امسك عمي ريبان هاي منقوشه. ها هي هي امسكي عفوره. لك شو امسكي ما امسكي، انا الرقم مسجلته على قصقصه جريده، هي ورقه رسائل تبع المحبين. ها ايوه ايوه على جريده ايوه. ها لك لك وينها الجيبه مبخوشه وعاني نازله على الانيه بالجرابه. اه ايوه هي عجوا حبيبي طول بالك الله يخليك الله يخليك هدي حالك. شو هدي هدي انت ما بدك مصاري انا بدي مصاري انا ما بنلعب علي انا ظهري خشن. لك بعدين بعدين بنقول لك انا ابو المصاري بعدين بعدين هيك وين السكاكين لعين السكاكين لا انا ولي حقوق وبدوخ. سيدي اقرا لي حقوقه. خلاص ولي احسن ما كومك جنبه، كومك جنبه. لا سيدي مرت عمي هالمره الشغله مرت على خير، بس بعد شوي رح تصير عن جد مرت عمي، رح تصير عن جد. وانا شو دخلني؟ لانك بدك تستأسري بالثروه. نحن ثلاثه صرتك وهدول ثلاثه بناتك، ولك نحن شباب وما معنا، بدل ما تشرحينا لازم تعطينا عجاج ماجن من فراغ، ماجن من فراغ. مو على اساس مو مقتنع انت؟ مقتنع بس عامل حالي مو مقتنع مشان ما زل حالي قدامك وما رح زل لاني مو مقتنع. لا تؤاخذيني عفرة صهرك معه حق، لازم تتوزع المصاري على كل الموجودين هون وبالتساوي. مو كل الموجودين لهم علاقة بالموضوع. توفيق نعم سيدي انصرف ابو شهاب نعم انقلك شكرك هي قلعت لك الغرفة. وانت كمان ابو غصن شو دخلك بالجائزة؟ بدي شيل الواحد توتي عفرة وصب سقف المطبخ مطوب ما بدي اكثر من هيك. امي شو امي؟ اذا جنوا اهلك عقلك ما بيهديكي، خلونا ندور على النمره المطلوبه سجلوا الرقم اللي هو 799. هلا كل واحد مننا بيستلم شارع وبتفقد كل بياعين اللي نصيب حتى يشوف الرقم المطلوب. ليش؟ انا بتصل وبسال وين وباي محافظه رح تنباع النمره. إيه وليش بيعرفوا؟ طبعا كل سلسله ارقام بتروح على محافظه. 799 تعال
الو مرحبا، معرض دمشق الدولي. بالله ممكن نعرف بطاقة ذات الرقم؟ لحظة، مرت عم قديش الرقم؟ 700-929. ذات الرقم 700-929، ممكن نعرف وين مباعة؟ شلون ما في رقم؟ شلون أرقام خماسية؟ ما تقول عمرو سحب رأس السنة أرقام سداسية؟ شو هالحكي؟ ليش اليوم قديش بالشهر؟ طيب طيب شكرا، يعطيك العافية. لك شو؟ اللي بده يلحق الخزعبلات يا ما راح ياكل كمان. شعلوا التلفزيون مساء، مو ضروري تطفوا كهرباء. ليش شو صار عديل؟ السحب صار من يومين بخمس الشهر. تبقوا خلي الالهام تبعكم يجي قبل السحب مو بعده. Ladies and gentlemen, you will come.